السلام عليكم. يا رب يكون كل الدنيا جميلة وحلوة وكل الناس زي الفل. كعادتنا هنبدأ الفيديو البسيط ده بالصلاة على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واغشيه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء: اللهم فرج كربي وكرب الإنسانية كما وعدت. أمن يجب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه وأحبابه أجمعين، آمين يا رب العالمين. في الحقيقة أنا عايز أتكلم في موضوع رغم بساطته إلا أنه مهم جدا. ليا أبو صديق ليا، رجل أعمال ناجح جدا جدا جدا، ثري جدا جدا، صحته هايلة، زوجته ست محترمة، ولاده ناجحين وزي الفل، لكنه دايما مكتئب لدرجة إن ابنه مصطفى أحيانا يتصل بيا ويقول لي: ما تيجي تحاول تخرج بابا من غرفته لأن هو مكتئب ومش عايز يتكلم مع حد. هو طبعا مصطفى ابنه اللي هو صديقه عارف إن يعني في علاقة طيبة بينه وبين والده، يعني أحيانا بنتكلم وبنستمتع بأفكار بعض رغم اختلاف أفكارنا عن بعض، فهو يعني بيتعشم إن هو بمثابة والد ليا وبيحبني، فإن أنا ممكن أقدر أخرجه من حالة اكتئابه أو زهقه اللي ملهاش مبرر إلا حاجة واحدة هقول لكم عليها في هذا الفيديو. لما أنت تبقى ساري جدا بتركب أشيك السيارات، تلبس أحسن ملابس، بتاكل أحسن أكل، إيه اللي يخليك مكتئب؟ إيه اللي يخلي يعني أنا سألت نفسي ده راجل يعني ساري جدا، صحته كويسة جدا، ولاده محترمين وناجحين، و ما عندوش مشكلة، إذن إيه هي المشكلة اللي تخليه مكتئب دايما؟ إيه هي الحاجة الغريبة اللي دايما تحسسه إن الدنيا ضاقت عليه رغم رحابتها الواسعة لدرجة إنه بيقفل على نفسه ويبقى مش طايق حتى نفسه أو يتكلم مع حد؟ ففي الحقيقة أنا اكتشفت إن هو ما بيصليش، هو مؤمن إيمان مطلق بالله إن في ربنا سبحانه وتعالى، لكن ما بيصليش. وأنا رأيي الشخصي إن عدم الصلاة هي سبب اكتئابه. ليه؟ هل إحنا مخلوقين من جسد فقط علشان ناكل أحسن المأكولات ونلبس أجسادنا أحسن الملابس، وممكن ربنا يكرمنا بعربيات شيك فنحط أجسادنا فيها ونصل في مشاورنا وإحنا مرتاحين؟ هل إحنا مخلوقين من جسد فقط ولا جسد وروح؟ جسد وروح. طيب الجسد بيتغذى من اللي اتخلق منه، أنا جسدي وجسدك اتخلق من التراب، إذا أجساد كل الناس اللي اتخلقت من التراب تتغذى من الشيء اللي اتخلقت منه، تتغذى من التراب. تتغذى من التراب اللي هو الفاكهة والخضروات اللي اتزرعت في الأرض. طيب ما في روح مع الجسد. الروح ده غذائها إيه؟
روحت خلقت من أمر الله. إذن منبع غذائها الوحيد هي أوامر الله ونواهيه. ولذلك هذا الرجل ليه بيكتئب؟ لأن هو مش داري إن روحه بتصرخ من الجوع، في حالة هزال في روحه، فبيظهر ده على هيئة اكتئاب، على هيئة تقلب، على هيئة انفعال، على هيئة إن أي شيء تافه يعكننه ويخليه يعني يخرج عن شعوره. مش ممكن أنت مخلوق من جسد وروح وتمسك الجسد فقط، تأكله أحسن المأكولات وتلبسه أحسن الملابس وتركبه أحدث السيارات وتمتع جسدك وروحك أنت هاملها. وأنت مخلوق من جسد بس، أنت مخلوق من جسد وروح. وزي ما قلنا نقول تاني، لأن دي نقطة مهمة جدا رغم بساطتها، عفوا، أنا وإنت والناس كلها مخلوقة من جسد وروح وليس جسد فقط. الجسد اتخلق من التراب، مش هيقوى ويتوهج بنيانه إلا لما يتغذى من الشيء اللي اتخلق منه اللي هو التراب. أنا جسدي اتخلق من التراب، إذن هيقوى ويتوهج من التراب، الشيء اللي اتخلق منه اللي هو الخضروات والفاكهة اللي بتتزرع في الأرض. أيضا الروح اللي اتخلقت من أمر الله، منبع غذائها الوحيد هو الشيء اللي اتخلقت منه اللي هو أمر الله، أوامره ونواهيه. هي دي القضية. والله مهما بلغت من مال وجمال ويعني أولاد وصحة، من غير صلاة بإتقان هتلاقي نفسك مكتئب. منبع الاكتئاب ده جاي منين؟ الروح فيها هزال، ضعيفة، الروح هيغم عليها لأنك أنت مجوحها من الشيء اللي اتخلقت منه واللي هو منبع غذائها الوحيد اللي هو أوامر الله ونواهيه. أنا مش بتفلسف أو بتكلم كلام سفسطة، يعني أنا شخصيا جربت ده، يعني أنا مش ملاك واقع بطريق الخطأ على الأرض. أحيانا لما كان يوم يروح مني في الصلاة لقي نفسي مكتئب ومتضايق ومش مبسوط وضعيف كده على المستوى النفسي، مش قوي. لكن لما بواظب على الصلاة يعني بحس بثبات نفسي واتزان وانسجام واستمتاع. هقول لكم على حاجة غريبة جدا، لو أنا مش مواظب على الصلاة ما عرفش أسمع أغنية مثلا لأم كلثوم أستمتع بيها، أبقى مش مبسوط. صلاتي هي القاعدة العريضة لسعادتي. لان افرض انا وانا نايم مت وانا في الصلاة، يا فرحتي، ولا الدنيا باللي فيها تسوى حاجة بالنسبة لي كده. لكن لما انت تواظب على الصلاة وتعمل بيها، لان في شيء انا استوقفني وعايز اتكلم فيه، انا بلاقي ناس لما الاذان يدن عينيها ترغرغ تأثرا بالاذان. والله، ورغم ذلك معاملتها مش حلو، في التواء في المعاملة، في عدم أمانة مع الناس في الماديات، في نميمة على الناس. فالصلاة لازم تعمل بيها. وفي نقطة مهمة جدا أنا عايز أتكلم فيها وأرجع برضو بعد كده لموضوع الجسد والروح. أنت لو بتصلي صلاة في مواقتها وبإتقان وبتركيز، تصلي المغرب في وقته وتصلي العشاء في وقتها وتصلي الفجر في وقته، ومعاملتك سيئة مع الناس، انت ما كده كأنك ما بتصليش. هو ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا موضوع الصلاة ده كوسيلة. الصلاة كوسيلة؟ نعم. الصلاة اللي احنا بنصليها دي وسيلة للغاية. ايه هي الغاية؟ اللي هو المعاملة الطيبة مع الناس، الخلق الكريم مع الناس، التواضع مع الناس. والتعالي ده خليه لأهل الكبر بس، لان انا يعني
مؤمن ان ما ينفعش حد يتعالى او يتقبل عليك وهو انسان من تراب زيك، و لا تسامحه، لا 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 تعامله في موقف كده بكبر سريعا وخلاص بأدب يعني. فإن ما كناش احنا بنصلي ونعمل بصلاتنا، نعامل الناس كويس، ما ننمش، ما نسرقش. انا عارف ان احنا بشر ولينا سلبيات وايجابيات، لكن نحاول نبعد عن الاشياء الكبيره. لو ان انا ازعم ان ما فيش حد من الناس، لان احنا عندنا يعني كبشر اخطانا، بس على الاقل كون بعيد عن مال الناس، بعيد عن اعراضهم، بعيد عن سمعتهم. فيعني ممكن الواحد يغلط ينفعل، ممكن الواحد قدامه حد يتعالى عليه فيعامله بتعالي اكبر، دي برضو اخطاء يعني. العقل بيقول ايه؟ انك تتجاهله وتسيبه. ممكن نسيء لحد دون قصد وهو بيكلم، يعني دي اخطاء يعني مقدور عليها، ونحاول لما تستوقفنا ما نكررهاش تاني. لكن السرقة وهتك ستر الناس والنميمة والإساءة، لا دي كبائر كده، كأن أنا ما بصليش. فإذا مهما امتلكت من مال، مهما امتلكت من شهرة، مهما امتلكت من جمال، مهما امتلكت من أولاد، لو أنت عندك يعني كنوز الدنيا ومفيش صلاة، مفيش صلاة يعني صلة باللي خلقك، انت اوتوماتيك هتحس ان الدنيا ضاقت عليك رغم رحابتها الواسعة، وهيجيلك ده على هيئة اكتئاب. حتى تبقى انت مستغرب، وفي انا معايا فلوس ومعايا صحة ومعايا زوجتي ومعايا ولادي ومعايا وبسافر وبروح، في ايه؟ في ان روحك هتقع منك، في ان روحك جعانة، انت مركز على الجسد، تركب سيارات فارهة وتاكل افخم الاكلات وتلبس يعني اروع الملابس لكن ما فيش صلاة، ما فيش غذاء روح. واسمحوا لي اكرر مرة اخيرة عشان انهي من حيث ما بدأت، احنا كبشر مخلوقين من جسد وروح وليس جسد فقط. الجسد مخلوق من ايه؟ من التراب. اذا منبع غذائه الوحيد الشيء اللي اتخلق منه اللي هو التراب، الفاكهة والخضروات اللي اتزرعت في الارض. طب الروح، الروح اتخلقت من امر الله. طب منبع غذائها الوحيد ايه؟ الشيء اللي اتخلقت منه اللي هي اوامر الله ونواهيه. لو عملت ده اعتقد نادرا انك انت تبقى مش مبسوط، زي حالاتي كده، سواء أنا في ثرائي أو في فقري، في كل أحوالي مستمتع جدا بنفسي. ليه؟ لأن أزعم وأتمنى ألا أكون واهما أو كاذبا، إني دايما على قد ما بقدر بحاول أخلي صلتي موجودة بالخالق، لأن أنا اللي محتاج مش هو. وبعدين أنا منه وإليه، هروح منه فين؟ أبقى ذكي شوية وأخلي بالي المسألة ديت. يعني طبعا مش معنى كلامي اكرر تاني وعاشر ان في ملايكة وقعت خطأ على الارض، انا انسان بشر ليا سلبياتي وليا ايجابياتي، لكن اخطاء نقدر عليها، اخطاء نقدر نعالجها، بعيد عن هتك ستر الناس، بعيد عن الإساءة للناس، بعيد عن سرقة الناس يعني. وده مش للناس بقدر ما حبا في خالق الناس. سلام.